أصدقائي السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الأمور ديالكم طيبة وفي أفضل الأحوال. هذه الحصة هذه غاية في الأهمية، علاش؟ حيت غنشوفوا فيها الموديل ديال سبوكن انجليش، وغنشوفوا شي حاجة عندها علاقة بالبرونانسيشن يعني النطق. غادي نشوفوا الحروف أوكي الساكنة، أوكي سايلنت ليترز، يعني الحروف اللي ما كتنطقش، وهذا كيدير مشكل بزاف للأصدقاء سواء في الإكزامز سواء في سبوكن انجليش، يعني ملي كتبغي تهضر. أنا كنصحك نصيحة لوجه الله، هاد الموديل هذا غادي تدوزو في 5 دقائق 10 دقائق ساعه كاع وغادي تمشي في حالاتك، ولكن غيبقى معاك حيت كلها. كنصحك خويا اختي ركز عليه مزيان الا بغيتي تفهم اوكي، خاصه نيتيف اوكي سبيكرز اللي كيهضروا اللغه الانجليزيه كمتكلمين اصليين. هنا غتقول لي خويا واش غنهضر ولا غادي نركز على الامريكان ولا البريتيش؟ انا غنعطيك الفرق في السلايد الاول ما بيناتهم، غتبع معايا ورقه وستيلو وغتستافد ان شاء الله مزيان 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 بحول الله. اولا حنا شنو عندنا في هذا الدرس؟ Here is a list of common letter combinations with silent letters. This list contains most of the silent letters that give English as a second language student difficulties. غنشوف واحد لا ليست اللي كدير صعوبات خاصه للاصدقاء اللي كيتحدثوا باللغه الانجليزيه ولا كيتحدثوا عفوا اللغه الانجليزيه كلغه ثانيه، ولكن حنا في المغرب عندنا نورمالمون خصنا نقولوا اي FL يعني English as a foreign language، يعني ESL English as a second language يعني كلغة ثانية، حيت حنا عندنا الفرنسية. ولكن معليش بحال بحال، الفكرة بغيت نوصل لك، إلا قلت لي يا خويا واش كاين الفرق ما بين الأمريكان والبريتيش، اسمعني مزيان، غنقول لك the most obvious difference is the way the letter R is pronounced. كاين فرق في البريتيش والأمريكان، ما يكذب عليك حتى واحد، الفرق اللي كاين ما بين الR والT، ولكن واحد 99% كتمشي للR. في البريتيش باش تفهموا كنهضر على الار، in British English when R comes after a vowel، يعني منين R في البريتيش كنهضر English كنهضر غير الار، كتجي من بعد vowel in the same syllable، يعني ملي كيكون عندنا syllable اوكي in the same، بحال for example car، ما غاديش نقولوا car نقولوا car، كتكون soft، ما نقولوش hard كنقولوا hard، هاد الكلمات اللي كتشوفوا قدامكم، ما نقولوش market غنقولوا market، اذا نقولوا car hard market، لان car كيف ما كتشوفوا قبل منها vowel، hard الار كندو قبل منها vowel يعني a، وبالنسبه بطبيعه الحال الماركت قبل منها vowel. بالنسبه للامريكان انجلش the r is pronounced كتنطق وكتكون hard اوكي، ولا كل كيقول harsh حنا كنقولوا hard، كتكون قاسحه قويه ضد ديال soft، وكتبقى تي هذيك حاجه اخرى بحال matter murder اوكي كيهمناش دابا. هذا بزاف الاصدقاء فاش كيكونوا يهضروا بالانجلي كيديروا الايميتاسيون داك التقليد الاعمى ولكن ما كيعرفوش علاش، دابا انت غتعرف علاش. اوكي ماي فريندز، غنبداو بسايلنت بي، اذا فقط ركزوا معايا عافاكم باش تفهموا مزيان، وكنعتذر كيف ما كتشوفوا ما بين الكلمات خرجت لي واحد الكاروت ما فقط في المونتاج ما كيديرون يعني ما ديرونجوش به عفوا اللي هو ديك ال اس اوكي اي بي ما تخربكش. اذا ركزوا معايا في القاعده هنا كنقولوا the rule talks القاعده اللي كدوي، ركز وغتفهمني مزيان. بي از نوت pronounced when following ام at the end of a word، دائما ما تنطقش بي ملي كيكون قبل منها يعني ام، ولا ام كتكون مر منها بي وكتكون بي في اخر الكلمه في اخر الكلمه، بحال الاكزامبل اللي عندنا كنقولوا climb cram dam come. silent c، c is not pronounced in the ending في هاد syllable اللي هو كيف ما كتشوفوا قدامكم S C L E S C L E بحال muscle ما نقولوش muscle اوكي يعني العضله. عندنا silent D، D is not pronounced in the following common words اوكي، هادي ما كنقولوش هاند كرشيف كنقولوا هانكشيف لان اصلا في البريتيش ما نقولوش كر اوكي نقولوا هانكشيف اللي هو المنديل. وعندنا وينزداي، سمحوا لي ما درتش الدي بالاحمر وينزداي، هادو فقط من بين الكامن ووردز اللي عندنا في اللغه الانجليزيه. نيكست وان عندنا سايلنت اي، اي از نوت برونونسد ات ذا اند اوف ووردز اند يوجوالي ميكس ذا فاول لونج، هذه قاعده مزيانه بزاف، يعني الاي ما كتنطقش ملي كتكون في اخر الكلمه، ومني كتكون في اخر الكلمه كتخلي الفاول طويل لونج، يعني بمعنى ما نقولش هوب نقول هوب، ما نقولش دريف درايف جيف رايت سايت، هذا كيدخلوا في القاعده هادو ديال سي في سي في يعني كونسوننت فاول كونسوننت فاول، بحال واحد اكزامبل نقولوا ليت ديت
ملي بقيتي كتشوف هاد الكلمات غتلقاهم كلهم كيتكونوا من سي كونسونانت فاول كونسونانت فاول، كتدخل سي في سي في. اوكي سايلنت جي، جي از اوفن نوت برونونس، يعني اوفن غالبا ما كتنطقش. اوكي وين فولود باي ان ان، اوكي يعني بطبيعه الحال ملي كتكون عندك ان، يعني كتجي عندنا ان مور منها، يعني كتكون هي قبل من الان. اذا عندنا هنا ما كنقولوش champagne champagne foreign sign، هذه قاعده يعني اقل. جي از اوفن نوت برونونس وين فولود باي ان ان، اوكي يعني ملي كتتبع بان، يعني الان كتكون مور منها. Perfect, good. Next one, silent GH. GH is not pronounced before T and at the end of many words. يعني GH ما كتنطقش قبل من T. Okay, ملي كتكون يعني تمر منها هي كتكون قبل منها. And at the end of many words. وفي آخر okay يعني الكلمة ديال بزاف ديال الكلمات ولا في آخر بزاف ديال الكلمات. بحال عندنا هنا ما كنقولوش doctor، راه معروفة daughter. إذا البريتش غنقولو daughter، ما نقولوش daughter إلا بغينا نطقو بريتش daughter. Okay عندنا light وعندنا might المودل فيرب. سمحوا لي كيف ما قلت على دوك الكروات هذوك فقط في المونتاج طلعوا لي هكذاك، ولكن كيمكم هما الكلمات. دابا غنشوفو silent H، ركزوا معايا مزيان. H is not pronounced when following W، يعني H ما كتنطقش ملي كتكون متبوعة اوكي يعني كتكون W هي مور منها، followed W يعني كتبع W يعني ولا following W. Some speakers whisper، يعني الهمسة كيهمسوا the H before the W. Some speakers، لهذا انت كتسمع شي مرات ال H. نقولوش what، نقولو what when where why، راه كتكون واحد النوع ديال بحال كتهمسها اوكي كتوشيها شويه باللهجه ديالك ولكن ما كتبانش. اذا الكلمات معروفين دبليو كويشنز دائما كتكون فيهم سايلنت. H is not pronounced at the beginning of many words، يعني الH ما كتنطقش في بدايه بزاف الكلمات. Use the article N، حاول تستخدم الارتيكل indefinite article N with and voiced H. Here are some of the most common. بحالاش هنا ما بطبيعة الحال ما نقولوش hour، كنقولو hour، كنقولو an hour. علاش قلنا n؟ باش ما تعتبرش انت يا h هنا يا راها consonant تقول a hour، لا حيت كتنطق a. اذا نقول an hour. اوكي honest owner ear herb، يعني هنا ال h ما كتنطقش. H is pronounced at the beginning of these common words. H كتنطق في بداية هذه الكلمات اللي هي متعارف عليها وكنعرفوها كامل، يعني كامل كنعرفوها يعني كتستخدم بشكل متكرر. Use the article A، هنا غنستخدم الارتيكل A with voiced H حيت كتنطق ماشي voiceless. دا نقولو a hill a history height happy. Good perfect. Silent K. K is not pronounced when followed by n at the beginning of a word. هنا بزاف الاصدقاء ملي كيكونوا beginners كيغلطوا في هذه الحالات، يعني دائما ملي تكون عندك k okay followed by n كتبع n ما كتنطقش، ما نقولوش knife knife ni okay كيف ما كتعرفوا no ماشي now knock كتدق knowledge knowledge ماشي knowledge. Silent l. L is often ولا often not pronounced before. اسمع مزيان ما كتنطقش قبل من D F M K. L is often not pronounced before D F M K. هنا عندنا come درها before M تنقولوش calm كتكون soft. Calm down كنقولوش calm down. اوكي النص ما كنقولوش half half كتكون soft. اوكي تنقولوش salmon اوكي salmon. Talk, would, should, could, etc. كل شيء القاعدة عفاك وغادي تفهم. Silent N. N is not pronounced following M at the end of a word. دي قاعدة سهلة. دائما الN ما كتنطقش ملي كتكون في آخر الكلمة قبل منها M. بحال القاعدة ديال B. دائما في آخر الكلمة. إذا هنا عندنا الخريف ما نقولوش autumn. كنقولو autumn. وقس على ذلك كلمات أخرى. Silent P. P is not pronounced at the beginning of many words using the suffix. Okay, كيف ما كتشوفوا P S Y C H كنستخدموا هذا suffix suffix عفوا هذا and P
N-E-U حتى هذا السافيكس هذا يعني بنو ما نقولوش بنو نقولو نو وهنا نقولو سايك إذا أنا نقولو كيف ما كتشوفوا هذه الكلمة هذه هادشي كامل عنده علاقة بالطب ما كنقولوش بنومونيا كنقولو نومونيا أوكي نيومونيا وعندنا طبعا ما كنقولوش سيكوثيرابي كنقولو سايكوثيرابي ولا سايكوثيرابي سايكوثيرابي نيومونيا سايكوثيرابي نيومونيا سايكوثيرابي نيومونيا سايكوثيرابي Next one, silent S. S is not pronounced before L in the following words. يعني الS ما كتنطقش ملي كتكون قبل من L وكتكون هاد الكلمات اللي متعارف عليها بحال الجزيرة ما كنقولوش عفوا Iceland. Island, Isle. Island, Isle. Silent T. T is not pronounced in these common words. ملي كنقول common words يعني كيكونوا فقط معروفين وكنخدموا بهم دائما. كتكونش عندهم واحد القاعدة ثابتة castle not castle christmas not christmas fasten not fasten listen هذه كنعرفوها often ولا often بعض المرات كتنطق تي هادشي اللي قلتلكم كيكون فرق ما بين الامريكان والبريتش في بعض الكلمات الا قلبتي على often غتلقاها كتنطق often و often ولكن النصيحة اللي ننصحك الا بغيتي تنطق الانجليش اللي هي real english ديال البريتش عفوا البريتش speakers يعني اللي هما native speakers كنصحك تقرا هذه هي الاوريجين اما الامريكان مزيانه ولكن كتكون غير مقلده ومحرفه واحد شويه كيخدموا كيدخلوا فيها سلانج شويه اذا هنا نقولوا often often silent u u is not pronounced after g and before a vowel يعني u ما كتنطقش من بعد g وقبل من واحد الفاول بحال عندنا guess guidance guitar guess انت هادو كتعرفهم يعني كيف ما كنقولوا غير practice يعني بالpractice كتعرف انك ما غتنطقهاش درا guess guidance guitar guess ما كاينش نطق اخر silent w هذه اخر category عندنا w is not pronounced at the beginning of a word followed by an r هذه معروفه w ما كتنطقش ملي كتكون في بدايه واحد الكلمه اوكي وكتكون كتبعها الار ما نقولوش wrap wrap right wrong اذا اصدقائي حتى انا نتمنى انك ما تكونش البرونسيشن ديالك ان شاء الله wrong في الفيوتشر practice makes perfect نتمنى تبارطاجيو هادشي مع اصدقاء ديالكم باش يستافدوا ان شاء الله بحول الله thanks for watching my friends see you next time ان شاء الله and goodbye